فريق باستورز يتمنى لكم رمضان مبارك. تفاعل رواد السوشيال ميديا مع المشهد الأسطوري في مسلسل براني الذي دار بين الممثل خالد بن عيسى بشخصية سيد أحمد والممثلة يامنة بشخصية فاطمة. وتساءل المتابعون إذ كانت الصفعة حقيقية أم مزيفة، والإجابة في هذا المقطع. ما ضربتكش على خاطر شدي صغيرة. بيس برودكت وفرت لكم منتوج فيه 3 في 1. عندك حبة زرودية ولا حبة خيار وبغيتي تقطعيها خفيف ظريف، هذا المنتوج راح يعاونك بزاف. إضافة على ذلك، عندك فستوم ولا فلفل حار ولا معدنوس حبيتي تطحنيهم، هذا المنتج راح يعاونك بزاف. وزيد على ذلك، فيها فرشة تنظيف راح تسهلكم عملية تنظيف كويزينيير ولافابو وغيرها، كل هذا بسعر معقول. لطلب المنتوج ما عليكم إلا مراسلتهم عبر صفحة الانستغرام بيس برودكت، راح تلقاوها في صندوق الوصف. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.